دكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب القومي. حضرتك كلمنا على اللي حصل النهارده في المعهد. النهارده في مريض جاء استقبال، كان محول من استاذ مجنيس، والمريض ده كان حالته حرجه جدا وعنده ضغطه ادت الى ضعف شديد في عضله الانف، والحالة دي من الحالات الصعبة جدا، واحنا عارفين الحالات دي نسبة الوفيات فيها 100% لو ما تدخلناش، يبقى نسبة برضه عالية إذا تدخلنا. فبالتالي كان قرار التدخل الاستشاري ليه، وتم إن المريض ملك المرض بإفراط على أنفسه، بأنه ده حالة عالية في الخطورة. والحالات العالية في الخطورة بنبقى شايلين المخاطرة إحنا قبل المرض، وبنقول احنا داخلين ننقذ المريض باي طريقه. وبالفعل دخل المريض، بعد ما دخل المريض فعلا حصلت الوفاه، روح المريض برحمه الله، ولكن الرياكشن بتاع اهله كان غريب جدا. كانوا قاموا اقتحموا الاستقبال وكسروا كل ما وجدوه في وشهم، كسروا الاستقبال، ثم دخلوا الى القمره، ثم حطموا جهاز قسطره سيمنز قيمته النقديه حاليا اكثر من 15 مليون جنيه. واصبح دلوقتي انا دلوقتي يا جماعه لا للارهاب، الدوله تحمي هذا الشعب، لا للارهاب، لا للارهاب بجميع انواعه، لا لارهاب جندي في الميدان، لا لارهاب شرطي، لا لارهاب طبيب في السابق. وبالتالي انا بصنع لا للارهاب ايا ما يكون، ايا ما يكون سببه، الارهاب ليس له. دكتور، هو كم غرفه قسطره عند حضرتك في المعدن؟ عندنا 9 غرف بالظبط، بس الغرفه دي اهم غرفه عندي لانها بتشتغل كل حاجه، بتشتغل كهرباء وبتشتغل شرايين تاجيل، بتشتغل كل حاجه، فهي اغلى غرفه تقريبا عندي. دكتور، هل متوقع ان انت تجري القساطر فين؟ يعني وتركيب الدعامات؟ القساطر بتاعت كهرباء القلب جاي التنسيق دلوقتي مع احمد ماهر، وشفت احمد ماهر ان انا غالبا هنقل القساطر كهرباء القلب اللي كانت بتضرب في الاوضه دي، غالبا هنقل احمد ماهر كجزء واحده من وحدات الهيئه العامه للمستشفيات التعليميه. دكتور، احنا عرفنا ان المريض عنده حوالي 33 سنه، هل الجلطات ممكن تيجي في السن ده يا دكتور؟ عادة الجلطات لما بتيجي في السن ده بتبقى جلطات عنيفة، وبتبقى جلطات شديدة، وبيبقى لها أسباب، أحيانا ليها أسباب تكوين عنيفة، سكر، تاريخ عائلي، تعاطي بعض الأدوية، تعاطي بعض الأدوية التي قد تسبب ضعف في الشرايين التاجية وانقباض من اللي هي بنقول عليها المكيفات، حاجات زي كده. دي عادة بتكون الأسباب اللي تخلي المرضى الكوليسترول عالي وتكون عالية. يعني المريض عشان يجيله غلطة في السن ده لازم يبقى لها أسباب غير عادية. هو دلوقتي الموضوع في حوزة النيابة يا دكتور، وهل قدرتوا ان انتوا تتوصلوا للجنية من خلال الكاميرات الموجودة في المعهد؟ الكاميرات تسجل كل حاجة، النيابة معانا من الصبح، الشرطة تدخلت معانا كده في المجرد، ونحن نقصد وحلوا الأمور بحكمة غير عادية. يعني أنا بنتهز هذه الفرصة وبتكلم من المنبر بتاعي إن أنا أحكي، أنا الساعة 4 الفجر كنت حاضر في المعهد وسط دكاترة، وجاني لواءات الفرصة، وجاني ناس في منتهى الاحترام، حضروا الملف بكافة يعني كمية من الحرفية غير عادية. أنا بنتهز هذه الفرصة وبتقدم منها.